صباح الفول والفلافل. محمد الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك، ايه الحلاوة دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك، جمبري، كفتة، كباب، النهاردة فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضلة، والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام، ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمة غير في الاجازات. مساء الخير. دي ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا واد، بنت عم ماما. طنط جميلة. والله كبرت يا جميلة و... ياسمين. ياسمين، والله كبرت ياسمين واتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رأيك؟ في ايه بالظبط؟ لا، اصلي ياسمين، اصلي. أيوة. نعم. تعالى. ايوه. تعالى خلي البنات ياخدوا راحتهم، يلا. طب ما ياخدوه، حد هيشوف. ما تاخدوا راحتكم يا جماعة، يعني ده انا اخوك الصغير مفيش حاجة. معلش معلش، تعالى هكلمك. طب انا هسجلكوا تاني. ايه ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شويه. انا هكلمك في البنات، ايه رايك؟ عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميله. طنط جميله مين؟ لو كانت عجبتك اكلمك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده، انت عايزه تخلصي مني اوام اوام كده؟ ليه يا حبيبي؟ مش عاوزه اخلص منك ولا حاجه، انا بس عاوزه اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه، اختك هتتجوز النهارده واخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوزه اطمن عليكوا بقى. ايه رايك في ايه؟ في ياسمين بنت طنط جميله. ايوه. بصي، هي في حاجات كويسه وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامه كده بنت واعه. انت محلوه لي بالقصه دي، ما تجيبي. بصي في بنت كانت واقفه على اليمين مش واعه، خش شوفي حكايتها واجي. مش واعه يا بنات. وهي عامل لكم هم، الفرح هيبتدي وانتوا لسه بتحشي المحشي. ده الكبير لو عارف هيجي يبهدلكم. وانت يا اختي ما تجيش تساعدينا ليه؟ وهو انت على يدك نكش الحني ولا يا اختي؟ تكونيش فاكره للخدامين، احنا حريم جبر البطاش بردك. ما كنتش فاضيه، كنت بسبح الوعد عشان منصور به الكبير مصر، لازما ولا بد منصور الصغير يكون جنبه وملازمه من أولة الفرح. واه، يعني هي دي الحجة اللي نفدت بيها يا نجيبي؟ اتشطري يا فتحية انت واعتدال وهاتوا الوقت. حسرة علينا، الفتنة كلها بنات. اختي احملي ربنا انك ما انتيش ارض بور زيي. دي ارادة ربنا يا عنايات. وبعدين انت مهما حصل الاولانيه، ده انت اللي في القلب يا بيت بأمرت اني لساكي على ذمته وما طلقكيش. مش لازم قلبك الابيض يا حبيبتي. واه 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 واه، جرالك ايه يا مرتي؟ وهي لسه ما خلصتوش؟ خلص الحكايه ودي وشاحل شوي. حاضر حاضر يا عمتي نجات، حاضر. حالناها حالناها. يا واد رد علي، حتى انا ابوك ما لديتش عليك ترد علي. طب يا واد بهانة، لما اشوفك هيبقى لي معاك حديد تاني. خبر ايه يا ابوي؟ حصليك فلا الشر. اخوكم عمال بيتمسخر في مصر ولا على باله فرحه الليله دي. واه واه واه، لهو دياب ما هيجيش الليله دي ونفرحوا بيه وهو عريس. عارفه يا بنت يا اعتماد، ده لو ما جاش هقطع خبره. بصراحة يا ابويك ده انت اللي اللوم عليك. ليه يا بنت يا نجات؟ انت عودتنا نقوله الحق وما نخافوش حتى لو على رقبي. وايه هو الحق يا نصحة اخواتك؟ الحق انك دلعت دياب بزيادة قوي لما قوي علينا كلنا حتى انت يا ابوي. اخرس يجي انقطع لسانك. يا ابوي كلنا شايفينه وساكتين
ده هو الوحيد اللي دخل مدارس أجنبية ودخل الجامعة الأمريكانية. لأنه راجل ولا عاوزانا أدخلكم الجامعة وأنتوا حريم؟ وجابر أخونا الكبير ما دخلتوش ليه؟ ما هو راجل زيه. غلبت معاه. جابر دماغه ناشفة ومخه تخين واخد الحكاية عافية، لكن دياب آخر العنجود، يتيم وأمه ميتة. ما أمه تبقى أم إحنا كمان يا بوي، يعني إحنا يتامى زيه ويمكن أكتر. لا يا وداد، دياب محدش زيه، ده أمه سابتهولي وهو في اللفة. آه يا دياب، بس لما أشوفك يا ابن الكلب قدها وقدود يا حسام، طول عمرك رجل المهام الصعبة. يا فندم لا صعبة ولا حاجة، دي الحمد لله كانت شكة دبوس. يعجبني فيك ثقتك في نفسك. ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي بتدينا ثقة في نفسنا. ولا انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ لا يا سيدي، ناس تتهنى وناس تتضرب بالنار. بقول لك ايه، علمت على صاحبنا في العملية الأخيرة؟ كالعادة يا فندم، حضرتك لو خلعت هدومه هتلاقيه معلم كله يا باشا. باشا بعد إذن عليك ما تنساش فرح أختي النهاردة، نطمع في تشريفك أنت والمدام إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يتمم بخير يا حسام. شبعنا بقى يا باشا يوم فرحنا فطلي وما جيتش. يا سيدي بنتي كانت بتولد. تتعوض الجوازة الجاية إن شاء الله معتز. تقرير المأمورية هيبقى على مكتب معاليك بكرة الصبح إن شاء الله يا فندم. يا سيدي خليها بعد بكرة، أكيد النهاردة بقى هتبقى مشغول وعامل فيها أبو العروسة. هو بصراحة النهاردة هيبقى مشغول وعامل فيها أبو العروسة فعلا يا فندم. ربنا يعينك يا سيدي وربنا يتمم بخير. كتر ألف خيرك يا فندم، تأمرنا حاجة معاليك؟ شكرا ليكم. ربنا يخليك يا فندم. تعليماتك يا باشا. شكلينا رجالة، ربنا معاكم دايما. الله يحفظك يا فندم. ألف سلامة. باشا أبو العروسة دي النيل. الحكومة. ألو. ايه يا حسام قلقتني عليك، طمني عملت ايه في المأمورية؟ الحمد لله حبيبتي مسكنا الواد. طب يعني ما كلمتنيش ليه تطمني اول ما خلصت؟ انت عارف انا ببقى قلقانه ازاي. هعمل ايه بس يا سلمى، كنت عند المدير، انا حطير على البيت، البس البدله واجي اخدك من عند الكوافير. طب قول لي يا حبيبي هتلبس انهي بدله؟ السموكينج ده لابو العروسه. طيب البس بقى الكرافته اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه. ماتشنج ايه وبتاع؟ بقول لك سموكينج، سموكينج يعني بابيون يا سلمى. بابيون ايه يا حسام؟ ده انا كده هضطر اغير الفستان عشان كنت بانيه كل حاجه على الكرافته اللي انت هتلبسها. لا وعلى ايه، خليك انت بالفستان وانا هغير البدله والبابيون وهلبس بدله عاديه عشان الكرافته الحمراء اللي انت جايبها لي. حاضر يا حبيبتي، مع السلامه. في لحظه كده غيرت الكرافته وعامل لي مسيطر وكوماندا في الاول بس عشان لسه مخطوبين. كلهم بيقولوا كده في الاول. اسالنا انا اشمعنى؟ لان في الموضوع ده انا قائد. اقول خايف من ايه؟ بقول لك قول يا قائد. والمثل بيقول لك ايه، اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. اتفضل فدني. ها ما هو ما انا بقول لك اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. عارف يا واد معتز انت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الواد محمد اخويا الصغير. اشمعنى؟ بسم الله ما شاء الله، سكر زيك كده، عسل عسل. يلا يا يا حسام يلا. خلاص يا ستي ارتحتي؟ اطمنتي على حسام؟ ايوه يا ماما اطمنت عليه. انت مالك كده يا عصمه؟ قايشه ملحه البيت ومتابعاها في كل خطواتها. الله جري يا سعيد، مالك يا اخويا قايش ملحتي كده ليه؟ بس سيبني اتكلم مع بنتي يا اخويا براحتنا. في ايه؟ جري ايه بس يا ام العريس؟ هدي نفسك كده، النهارده فرح يا جماعه، انا عايزك تبقي كل على الاخر. ها ابوك مستقصدني في الروحه في الجايه. انت اللي مستقصده البيت، حرام عليك يا شيخ، حرام عليكي، سيبيها بقى تعيش بحريتها. جري يا سعيد، بنتي وبواعيها بفهمها تعمل ايه وما تعملش ايه. ليه يا ماما؟ ايه الغلط اللي عملته في مكالمتي مع حسام مثلا؟ مدلوع عليه، ما انتش عارفه تسيطري يا سلمى. اسيطر على ايه يا ماما؟ احنا في خناقه، احنا بنحب بعض. عيب يا بنت، في بنت مؤدبه في الدنيا تقول الكلام ده قدام باباها ومامتها؟ طب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي، مفيش حاجه. طب انا هروح البس. طب يا جماعه انا هروح انا كمان للحلاق عشان الحجز ما يروحش عليا. ها ماما النهارده فرحي. ها فرحي مبسوطه؟ مبسوطه يا اختي، اهم كلهم طفشوا. بركه فيك، رايح فين؟ اخد حمام. تاخد حمامك؟ عارف لو ظبطت الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيحصل لك كويس. انا داخل اخد حمامي وراك. حاضر. استنى عندك، ما تنساش ما تقلع الساعه بتاعتك. حاضر. هي كلمه، انا قلت هتتجوز دياب، يعني هتتجوز دياب. مش هتجوزه يا عمي، ولو طبقت السما على الارض هكسر لك راسك الناشفه دي. انت عايز تفضحينا من الخلق؟ انا قلت كلمه ولا يمكن ارجع فيها. ما عندناش حريم تكسر كلام رجاله، فاهمه يا عمي؟ انا مره ب100 راجل وانت عارف كده كويس، ولا نسيت انا جبت مين؟ انا
لبت كبيرة طراشنا الله يرحمه. الله يرحمه يا ستي ويرحمنا منك عاد. اسمعي، أنا الكبير دلوقت والكلمة كلمتي والشورة شورتي وكلمتي لازم تتنفس. اسمعي كلام عمك يا بنيتي، ما تنشفيش راسك وموال. يا حكمة دياب تهزن الرجال وملوى هدومه وألف واحدة تتمنى التراب اللي بيمشي عليها. أنا قلت اللي عندي، ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش. يا بنت الحلال، الجوازة دي هيترتب عليها مصلحة كبيرة بيننا وبيناتهم. وانا لعبه في يدكم تقضوا بيها مصالحكم بعدين ترموها؟ مش كفايه ورث ابويا اللي حرمتني منيه؟ وبعدين في الكلام اللي يفور الدم ده. استهدي بالله يا حكمت وعدي الليله دي على خير. عمك صادق في مقام ابوكي وبيدور على مصلحتك. مصلحتي ولا مصلحته هو؟ قسما عظما لو ما اتجوزت دياب لتخك يا رين وتاوي جدتك وخلي الدبان لزرك ما عارف ليك يشتري الجره. تفضل تفضل يا سيد الناس تفضل. نايم؟ فوق يا ابن بتع الكتعي. واه 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 سيدي جابر في مصر، ايه الخربطه دي؟ نورت يا سيدي، الحمد لله بالسلامه. سيدك دياب فين يا واد؟ سيدي دياب نايم جوه. وايه الخلاقات اللي انت لابسها دي؟ فين يا دي اللاسه والجلابيه؟ دي هدوم فرنجي روشه لزوم العشاء في مصر. والنعمه الشريفه نضيفتي يا ابن بتع الكتعه. وايه جزايز الخمره دي كلها؟ دي كلها تخص سيدياب. سيدك دياب؟ ده كان جالبها مسخر عاد ده. طيب انا خشش له. لا يا سيدي الناس، لا لا يا سيدي جابر، ابو سيادتك لا، ده يموتني يقطعني قطيع. قبري يلم العفش افهم، يقطع القطيع ليه افهم. اصله يا واحده عين، اصله عنده ضيوف. ضيوف يقابل الضيوف في اوضه النوم؟ ايوه ده العادي بتاعه، سيدي دياب بيقابل كل الناس في اوضه النوم الا قرايبه. لا حول ولا قوه الا بالله، انا خشش له. سيدي جابر سيدي جابر، لا انت على هنا. ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ وبعدين اخوه ومتوحشه ورايد يشوفه، انت ايش اخششك؟ ايه جابر، خبر ايه؟ حصلت حاجة؟ حصلت حاجة؟ النهاردة فرحك يا عريس، قوم احنا بقينا بعد العصر، نسيت اياك. انسى كيف؟ ما انا هاي يا جابر بجهز نفسي. قوم استر نفسك وحصلنا على برا يا ولد ابوي. ديب انت بجد عريس وفرحك الليلة؟ الليلة وكل ليلة يا عروس. يلا أمي خد إليك شاور ونعنيش نفسك لما تشوف الرجالة اللي برا. أنا جيت. حسام حبيبي تعالى. عروستنا الحلوة خلصت ولا لسه؟ ازيكم يا بنات؟ ازيك يا جاي؟ ازيك لسه عمي. شوية. إيه الحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله، يا بختك يا عم ساهر. إيه رأيك بقى؟ الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله قمر. الواد ساهر لو شافك هيغمى عليه من الفرحة. أنا مش عارف اليمامة دي هتتجوز قالب الطوب ده إزاي؟ طبعًا مين يشهد للعروسة؟ شفتي؟ شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها اجيب لها شوكولاته، كبرت وبقت عروسه. ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفسي ابوك الله يرحمه يبقى عايش ويحضر معانا اليوم ده. جرى ايه يا حسام؟ ما انت ابويا واخويا. ربنا يرحم بابا ويطول لنا في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. يعني انا بجد مش فاهمه، يعني ايه الصبح يضربك بالرصاص وبالليل يروح فرح اخته؟ يا حبيبتي اللي عمله حسام ده تكتيك احنا متدربين عليه، مش غلط منه يعني. تكتيك؟ ايوه عشان نشيل حركه الخصم. ونسيطر عليه. والله شكلك انت اللي عايز تشلني، وبعدين افرض بقى كانت الرصاصه ردت في وشك وحصل لك حاجه، انا كنت اعمل ايه؟ حبيبتي اهدي، مش كده؟ الامر بيد الله. بقول لك ايه، من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني، وطول الوقت اعصابي متوتره، انا ومالك مالناش غيرك. قلت لك انا ظابط مباحث وما ينفعش اكون في اي حاجه الا المباحث. خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء. كهرباء؟ ما هي مباحث برضه. هي
إيمان أنت أكيد بتهرجي يا إيمان، إيه ده؟ أنا مش بهرج، أنا ومالك مالناش غيرك، أنت لو حصل لك حاجة إحنا هنلوص. بس كده عشان هتلوصوا؟ يعني وجودي في حياتكم مجرد مصلحة؟ ما تقولش كده يا زوز، أنت عارف إن إحنا حياتنا من غيرك مالهاش طعم. لا، برضه زعلان. بطل دلع، تعالى. آه، من راحة إيمان. سوري، طب إهبط. بقول لك إيه؟ استنى. هو إحنا لازم نروح الفرح ده النهاردة ولا أنت ليكي رأي تاني؟ لا، مالي، بس هنروح الفرح، بطل شقاوة. أنا ما صدقت إن ماما جاية تبات مع ملك.